زوجة مغربية كتقتل الزوج ديالها بواحد الطريقة اللي الشيطان ما فهم فيها والو. الزوجة اللي خلقت الرعب في الجيران ديالها. بقاو معايا باش تعرفوا تفاصيل هاد الواقعة المؤلمة، ولكن قبل ما نبداو ما غتخسروا والو الا دعمتوني بجيم وشاركتوا معايا في القناة باش توصلكم كاع الاخبار السخونة وفي دقيقتها. اما في تفاصيل هاد المصيبة اللي وقعت البارح مع التسود ديال الصباح، الزوجة من بعد راجلها الشيباني ما مشى لخدمته دخلت عاشقها للدار ملبسة ليه النقاب، ولكن الزوج ديالها كان عيان ورجع للدار وهو يحصل مرته مع العاشق ديالها. بدا كيغوت باش الجيران يسمعوه، العاشق دفع الشيباني وهرب، والزوجه جابت موس كبير وطعنات الزوج ديالها باش ما يشوهاش. لكن الجيران سمعوا الغوات ديال الشيباني في الاول ودخلوا عليهم للدار، ولكن لقاو الشيباني الدم والامانه امانته، وديك الساعه عيطوا للبوليس وجاو اعتقلوا الزوجه الخائنه والقتاله وداروا مذكره بعث على العاشق ديالها. والاشاره ما كانتش هذه اول مره الزوجه كتدخل العاشق ديالها للدار، بحيث شهادات ديال مول الحانوت اللي قدام الدار كيقول بلي واحد المراه دايره النقاب وديما كانت كتجي لعند مراه للدار. المهم القضيه بين فيها الخيانه الزوجيه والقتل العام، وبين الحكم ديالها اللي غادي يكون هو السجن المؤبد. كان هذا خبر من اخبار اليوم، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشاركوا في القناه، والى خبر اخر ان شاء الله.